سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سنه سعيده تدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم في هذا لا فيديو ديال اليوم غادي ندير لكم تشيز كيك بالفرامبواز، كيتحضر دغيا وكيجي رائع وديال التحميره ديال الوجه البنات. كنتمنى تعجبكم لا فيديو وتبعوا معايا الطريقه ديال التحضير. كنحتاجو 10 ديال الباكيات ديال ايو ديال درهم، هانتوما البنات. كنطحنوهم الطحنه الاولى بوحدو والطحنه الثانيه كنضيفو عليه كاس ديال الزبده مذوبه. هانتوما البنات، انا درت غير هذا ايو ديال درهم. الا بغيتو ديرو اوريو كتقدرو ديرو اوريو، غير حيت هاد ايو كيجي رخيص وكيجي كتير وفي متناول الجميع. وإلا بغيتو ديرو اوغيو راه تقدروا ديرو اوغيو، انا غير قلت لكم ايو حيت هو اوغيو عندهم نفس المذاق. انتما البنات، هذه الطحنه الاولى كنخليوها بهذيك لا كريم الوسطانيه ديالو كنطحنوه بها. ها حنا طحنا الطحنه الاولى، كنزيدو هذاك نص كاس ديال الزبده وكنعاودو نزيدو الطحنه الثانيه. كناخذوا المول اللي كيتحل من الجن بعد ما طحنا الكميه كامله ديال الاوريو، كنحطوها في المول وكنطاليوها بالمعلقه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا الطريقه في لا فيديو. هانتوما البنات، خصها تكون نيفو واحد على هذا الشكل، وكندخلوها للفرن 5 ديال الدقائق. غادي نحضروا دابا لا كريم تشيز. غادي نحتاجو جوج ديال الفلان ديال درهم، وغادي نحتاجو 3 الكيسان ديال الحليب. غادي نديرو الفلان هو الاول في الكاسرونه، ومن بعد غادي نضيفو عليه جوج معالق ديال السكر سنيده وهذوك 3 ديال الكيسان ديال الحليب من حجم كبير. ومن بعد غادي نشعلو عليهم البوطه ونخليهم حتى يبداو يغلاو. من بعد البنات منين كيغلاو كنحيدوهم من فوق البوطه وكنخليوهم غير شويه يبردو، ماشي يبردو بزاف، غير شويه، حيت الا برد بزاف الفلان غادي يتجمد ويبقى في الكاسرونه وما نقدروش نحضروا به لا كريم ديالنا. هنا البنات غادي نحضروا لا كريم تشيز. كناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي كنديروا فيه هذاك الفلان اللي غلينا، من بعد ما برد شويه، انتما البنات راه ما خليتوش يبرد بزاف كما قلت لكم، كناخذوا الساشي ديال لا شانتيي كنخويوه من الفوق، كناخذوا كاس ديال دانون ديال الفاني طوم حيه، ومن بعد غادي نضيفو 8 ديال القطع ديال الكيري. محو ليا البنات بزاف على الازعاج، ولكن راه طوم ما بغاش يسكت من الصباح وانا سكت فيه، ما بغاش يسكت باغي يلعب وانا خصني نمونطي لا فيديو. ايوا هانتوما البنات، كنديرو كلشي في الخلاط الكهربائي وكنطحنوا. راها سهله ماهله البنات، فريمون سهله، ما كتطلبش بزاف ديال الوقت وبزاف ديال المجهود. من بعد ما طحنا كلشي كنصفيو لا كريم فوق هذيك البسكويت اللي درنا لتحت، نتوما
ومن بعد كنغطيوه بالفيلم اليمونتير وكنخليوه في نخشيوه في الثلاجة 24 ساعة حتى الغد ليه عاد باش نكملو التحضير. وللتزيين البنات كناخدو نسيترو ديال الماء، وهاد الجولي راه متوفر في المحلات الكبرى، فيه بزاف ديال المذاقات. انا هنا اختاريت ديال الفخاز، وما تحتاجوش البنات ديروا لا سنيده لا شي حاجه، هو فيه كل شيء صافي. ومن بعد كتحركوا مزيان وكديروا فوق البوطه غير يسخن شويه ماشي يغلى. هنا البنات من بعد ما خرجنا التشيز كيك من التلاجة، شديت الفرامبواز قطعته على جوج وستفتو وحده 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 حدا حتى غادي نكمل الصف كامل. انتم غادي تشوفوا الشكل النهائي. حتى كيجينا على هذا الشكل البنات، هانتوما انا راه كملت التزيين غير بالفرامبواز. من بعد ما سخلينا الجولي غادي ناخذ واحد المعلقه غادي نقلبوها وغادي نبداو نخويو فوق منها هذاك الجولي باش ما تتقبش لينا التشيز كيك ديالنا ولا هذيك لا كريم تشيز وما تبقاش معيابه. انتما شويه بشويه حتى كنكملوا الكميه كامله وكيتغطى لينا الفرامبواز من الفوق. انتما صافي من بعد كندخلوه للثلاجة باش يجمد لينا الجولي وباش تجي حتى التشيز كيك باردة، حيت خصها تكال باردة. نتمنى البنات تعجبكم الوصفة، راها فغيمون ساهلة وكما قلت لكم ديال التحميرات ديال الوجه راه ما تندموش عليها ودغيا كتوجد. من بعد ما وجدت لينا البنات تشيز كيك كنديموليوها وكتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه رائعه. كنتمنى تعجبكم الوصفه وما تبخلوش علينا من لايك ولي كومونتير، وان شاء الله تعجبكم الوصفه والى فيديو جديد ان شاء الله ووصفه جديده.